أيها الأحبة، ألم تسمعوا بشخص اسمه ثمامة بن أثال، رجل مشرك من زعماء بني حنيفة، قوي غني له كلمة مسموعة، تمام؟ أرسل سراياه، وجدوا بعض يعني رعيان للنبي صلى الله عليه وسلم بعيدين، قام بقتل اثنين منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تهدده. مرت الأيام، طلع النبي صلى الله عليه وسلم تجول في بعض البوادي، وإذا برجل على راحلته ماشي، ألقوا القبض عليه، جاءوا به إلى المدينة، طلع ثمامة الزعيم، وقع بين أيدي المسلمين. هو قاتل، في عنقه اثنين من دماء المسلمين، يقتل قولا واحدا يقتل. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مهدده بده يقتله، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الرجل؟ هو قائد، ها، مو إنسان عادي، مو مواطن عادي نقتله، قائد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ربطه في سارية المسجد. وين ربطه؟ في سارية المسجد. ثلاثة أيام يقدم له الطعام الجيد والشراب الجيد، تركه بس مربوط، وهو يرى حال المسلمين، كيف يتوضوا، كيف يصلوا، كيف يتعاملوا، كيف متحابين، كيف متماسكين. كل يوم يمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كيف حالك يا ثمامة؟ شلونك؟ رجل عرفان حاول يموت، يقول: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، ما حد يلومك ولا أنا، إذا تقتلني ترى أنا أستحق القتل، وإن تنعم تنعم على شاكر. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. ثاني يوم نفس الشيء، ثالث يوم نفس الشيء. في اليوم الثالث وهو يستحق القتل وقاتل اثنين قبل، قال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. وين أطلقوا ثمامة؟ أطلقوا ثمامة. وين؟ قال: اذهب. وين؟ إلى ديارك. لا قال له أسلم، ولا قال له يعني ادفع، ولا طلب منه، خلاص روح. فلم يبتعد غير قليل إلا وعاد والماء يقطر منه، دخل على المسجد، قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، والله إني إن أسلمت وأنا مربوط في ساريتك لقال الناس: أسلم ثمامة خوفا من حد السيف، وأنا لا أخاف حد السيف أبدا، ولكن يا محمد الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أخلاق، تعامل، أراه عزة المسلمين، محبة المسلمين، حياة المسلمين، عبادة المسلمين، وأنعم عليه وهو يقتل، وأنعم عليه. طيب، هل يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم حينما ربح إسلام ثمامة الهدف هذا العام كفي لما كفي؟ أني أنقذ نفس من النار، أسلم قائد من قوات الشرك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد هذا فقط. انظر الاستراتيجية النبوية، انظر البعد. خرج ثمامة من عند النبي صلى الله عليه وسلم، خرج، ذهب إلى قوم بني حنيفة، أول ما فعل أرسل كتاب إلى قريش: أما والله أنكم لن تنالوا حبة قمح واحدة منا، وكان كل القمح في ديار بني حنيفة، حصار اقتصادي، أما وإنه لا تمر بأرض قافلة لقريش. خلاص، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ غير توازنات الكتلة الدولية بالعفو عن واحد، يا سادة، بالعفو عن واحد. انظر الحساب،